خديتي ولي شاركتي فيهم تبارك الله كنشوفك واخده بعدا ميداي بعدا. شنو هما البطولات اللي خديتي فيهم جوائز بحال هكا؟ جي البطولات اللي شاركت فيهم غالبا كاين بطولات المغرب اللي كتقام كل سنه وكان جون كلاس توجور بريسك توجور لا دوزيام، وشاركنا في خارج المغرب في العاب لي جو ميديتيرانيين في لبنان وسي كلاسي ثوازيام، ولعبنا في اثيوبيا البطوله الافريقيه ويبيركا تمت كلاسينا فيهم. لانه كاين المنافسه دابا الكوكب المراكشي ولات فيه المنافسه، كاينه انتيا وساره مرنيسي تبارك الله الطوب ديما كتكونوا في الفينال كيف شفناكم اليوم في هذا الدوري هذا لعبتوا النهايه. هذا التنافس بيناتكم واش هو اللي عطى ابطال مزيانين؟ حيت كاينين بزاف الدراري عندهم نيفو مزيان، واش التنافس اللي بيناتكم هو اللي عطى بطلات هو لو فات باش يكون معاك ان بطل اخر كيكونوا في ميم نيفو في نفس الوقت في نفس الكلوب باش انك تريني دو بلوس و تعطي كل شيء ما عندك باش تكون ديما من الاولين. جينا دابا البادمنتون هو اصلا رياضه ما معروفه يلاه في اطار الانتشار، ولكن بنت تلعب بادمنتون تكون ديجا تلعب بطولات ونهايات وسميتو انتي خص يكون عندها واحد شي حد ولا شي حاجه اللي دفعتها انها دير هذا البادمنتون. جربتك مع البادمنتون كيفاش دخلتي ليه؟ حتى انك مشيتي وليتي بطله كتلعبي البطولات والنهايات يعني بشكل دائم. انا اول حتى انا ما عمري ما كنتش سمعت بادمنتون حتى اول مره فاش جيت لعبتو ما كناش كاملين مرنيسي عائله مرنيسي زعما اللي كان في الكاسيم ابخي بابا هو اللي حفزني باش نلعب، جابني اول مره جي ديكوفير البادمنتون واش فيه نطور 10 سنين عادي صافي 10 زون دابا وين كنلعبو حتى داك الشيء فاش عاد كيتعاملو على نيفو. لكن ملي دخلتي كانتو ثوازيه مع المعلم على لي دو مرنيسي اللي كانوا من الاول اللي سبقوا من بعد واش كتشوفوا بان لي دو مرنيسي بوحدهم عندهم حاله خاصه ولا وليتو كلكم بحال بحال ولا؟ لا ولينا كنا في الميم نيفو حيتاش بدينا في نفس العام خاصك مفوتيني بشهر ولا شهرين هكا ابخي كانوا كنا ابخي كانوا هما ديما هما الاولين هما اللي طوب باينين ابخي من دابا التنافس لما بيناتنا في نفس الكلوب كل مره واحد جينا انت اكيد غادي يكون عندك يعني تظاهرات اخرين اللي غتشاركي فيهم، اشنو ننتظروا جينا فين غنشوفوها في المستقبل؟ ان شاء الله كاينه شامبيون دافريك في ليل موريس في اوت و كنتمنى اننا غادي نمشيو مع المنتخب الوطني. المنتخب الوطني كامل العاد كاينه بطولات المغرب في الاخر العام كل فان داني كينظموها باش عاود كيديروا لا سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال اللي غادي تمشي تلعب في الشامبيون. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق وغنتابعوك كيف ديما في كاس سبور الموقع ديالنا ديال الرياضه المراكشيه، وغادي ان شاء الله نحتفلوا بك مره اخرى دايره عاوتاني ميداليه بحال هذه. شكرا لك جزيلا، نتمنى لك التوفيق. ميرسي.